حاله لا يسر، الإفلاس المادي والإحباط يسيطران على الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه. إيه القصة وإيه الحدوتة وإيه أحواله دلوقتي؟ تعال أقول لك عليها. تعال أقول لك. تعال أقول لك. النقابة سايبة شريف الدسوقي من غير فلوس، ده كلام المصدر اللي قال لي والعهدة عليه رغم ان انا بثق فيه جدا، ولكن ممكن تكون خزانة النقابة ما فيهاش فلوس تدعم شريف او تدعم اي مريض، وممكن الدكتور اشرف زكي يطلع يوضح ازاي النقابة بتساعد وايه الوضع القانوني للي زي شريف وحالاته. المصدر قال ان الاغلبية العظمى من اللي زاروا شريف من الفنانين هم رايحين ياخدوا اللقطة بس، وده بالدليل. قال لي ان في احدى الفنانات بطلات مسلسل بميت وش زارت شريف وقعدت تقريبا حوالي 5 دقايق بالظبط، وخدت الصورة ونزلتها على السوشيال ميديا وقالت انا يعني ممتنة وسعيدة وكنت خايفة وانا رايحة لا احبط، لكن لقيته هو كله طاقة ايجابية. واو، هذه الفنانة لم تعطي لنفسها فرصة انها تدرس موقف اللي فيه شريف، الموقف نفسه ان راجل فقد ساقه، ان اكيد هناك ألم شديد جدا، لكن مش هيطلعه في 5 دقايق لأي حد يزوره، لكن لازم ان هو يحس ان الناس فعلا متضامنة معاه. شريف دسوقي محتاج الدعم المادي والدعم النفسي والمعنوي معا. ايوة الدعم المادي، لان الظروف ديت هي اللي بتبين قوة الانسان وقوة اللي حواليه ومعدنهم النفيس. احنا ما بنشحتش لشريف ولا شريف بيشحت لنفسه، ولكن ده الطبيعي اللي المفروض يحصل. شريف المفروض ان هو يطمن على نفسه وعلى مستقبله، ويطمن ان هو هيشتغل وهيواصل مسيرته الفنية رغم كل اللي حصل له. لو تصور مثلا لو في مخرج كبير او منتج كبير راح لشريف المستشفى وساب له سيناريو وقال له اقرأ ده وانا مستنيك ومش هصور من غيرك بعد لما ربنا سبحانه وتعالى يكمل يعني علاجك على خير، شوف مدى السعادة اللي ممكن يعني تقع على شريف من هذا الأمر. شريف محتاج ان هو ينهض، ولكن لم ولن ينهض الا اذا كان في دعم حقيقي، وان يكون التعاطف ده مش تعاطف لحظي، لازم يتأكد ان التعاطف اللي معاه ده هيفضل على طول، مش شفقة ولا حاجة، ولكن ده فعلا حقه علينا. اذا كنتوا عايزين شريف الدسوقي يعود تاني ويكمل مسيرته لازم تعملوا ده وتقفوا جنبه. خالص تحياتي ومحبتي خالد شاهين، واستنوني في حلقة جديدة من تعالى اقولك على بوابة فيتو. السلام عليكم. فيتو.